مساء الخير عليكم. لسه مكملين معاكم من بني سويف، من جمعية خلاص النفوس في نهضة الشباب، في مجموعة من الحلقات لمدة يومين بعنوان ليك رجاء. النهاردة اليوم التاني، وخلوني أرحب بضيوفي. قبل ما أبدأ أقول أي حاجة، معايا دكتور أمير كرم، مدرس دفاعيات مسيحية في هيئة RDIM، ومعانا فريق التسبيح ترنيم، شادي، تيري، بيتر وجوناثان. امبارح كنا بنشارك في بطرس الأولى واحد اسم بطرس الأولى 3:15. الآية بتقول إن إحنا بنقدس الرب الإله في قلوبنا ومستعدين دائما لمجاوبة كل من يسألنا عن سبب الرجاء الذي فينا بوداعة وخوف. امبارح خدنا الجزء بتاعنا هنكون مستعدين عن مجاوبة كل من يسألنا عن سبب الرجاء، والنهارده هنخش على موضوع كبير قوي قوي قوي، وهو القداسة. حياة القداسة، ازاي اكون بعيش حياة قداسة؟ يعني ايه القداسة؟ كل ما يتعلق بكلمة قداسة. قبل ما نخش في الموضوع وقبل ما ابدا حواري مع امير، خلونا نكون بندي لفريق التسبيح وقت يقودنا، يقود اليوم بتاعنا، ويحط الوقت بتاعنا قدام ربنا النهارده، ان ربنا هو اللي يكون بيقود الوقت بتاعنا. امين. يعني نفسي اشارككم في حاجه صغيره قبل ما نبدا. يعني عارفه ان في ناس كتير قوي بالنسبه لهم حاسين انه انتوا في حته واحنا في حته تاني، او انا بعيد كل البعد عن ان انا اكون واقف بسبح ربنا. عايزه اشجعك انه داود زنى واخد مزامير بيطوب وبيعيط وحقيقي جواه وجع على كميه الغلط اللي عمله قدام الهه، وبيطلب منه ان هو يخلق لي قلب جديد. بس المبهر انه دي ما كانتش نهايه القصه. كتب في مزمور 104 عدد 33 و34: أغني للرب في حياتي، أرنم لإلهي ما دمت موجود، فيلذ له نشيدي وأنا أفرح بالرب. داود مدرك إنه الله خالق الأكوان، اللي رامي كان بيتكلم عليه امبارح، اللي بيضع للبحر حد، صانع السماء والأرض، بيتلذذ بتسبيحه ليه. عارف إنه غير مستحق، لكن الله بيتلذذ بتسبيحه لي. والحلوة قوي انه انا كمان بفرح بتسبيح للرب. هو بيتلذذ بتسبيحك، ونفسي كلنا واحنا اولكم احنا واقفين قدامه عايزين نسبحه وعايزين نديله المجد اللي هو يستحقه. تعالوا خلينا الوقت الجاي بالكام ترنيمة البسيطة نسبحه بكل ما فينا. ملك الملوك وجلالك مالي الوجود حوالينا، ويقبل بيدوب قدامك، اسمك عالي يا فدينا. ملك الملوك وجلالك مالي الوجود حوالينا، ويقبل بيدوب قدامك، اسمك عالي يا فدينا. دي الأنهار بتسقف لك، كل الآلات تعزف لك، ويا ربي بكلمة منك كل الملوك تخضع لك. انت مش هيزول سلطان
لك نور، مجدك مالوحك والسجود لك، وكل المجد لك تسبيح يملأ كل الأرض زي ما المية تغطي البحور. كلك نور لك سلطان يطفي امين. امير، ايه اخبارك؟ ازيك يا بولا؟ عامل ايه؟ كله تمام؟ تمام. اعتقد احنا ما اتقابلناش كتير، بس انا فاكر انه المرات القليله اللي اتقابلنا فيها انت قلت حاجات حقيقي خبطتني جامد قوي، ومره منهم انت كنت بتتكلم عن موضوع القداسه. وموضوع القداسه المواضيع الكبيره قوي. غالبا لما بنسمع كلمه قداسه نتخيل حاجه من الاثنين، يا اما نتخيل الله القدوس الجبار المهوب، وساعتها بنخاف ونكش ونجيب ورا ونحس انه احنا بعاد قوي عن الاله ده، احنا بعاد قوي ان احنا نكون قادرين نرضيه او قادرين نقرب منه. او المشهد التاني اللي متخيله هو الشخص الملزق اللي قافل زرار قميصه والماشي جنب الحيط. ايه رايك في الكلام ده؟ الحقيقه بولا يعني بحب اتكلم في الموضوع دوت، وبصراحه شايف كانه الموضوع دوت من اكتر المواضيع، ما كانش هو اكبر موضوع إبليس ضارب بيه الجيل بتاعنا كله يمكن، والشباب وأعمار مختلفة. بس عايز يعني كأني قبل ما أقول إيه القداسة في الكتاب المقدس، القداسة ليها معاني كتيرة، ليها ثلاث معاني كبار يعني هنتكلم فيهم، بس كأني عايز الأول أقول لك إيه اللي مش قداسة أو القداسة مش إيه. وأعتقد ده المفهوم أو التعريف السائد بيننا إحنا يمكن الشباب في الجيل بتاعنا دوت، إن هو القداسة هي الحاجة اللي أنا مضطر أعملها، حاجة رخمة، حاجة سيئة، يعني أنا مضطر بس أستحملها وأعيشها وأعدي الدنيا عشان بس ربنا يرضى عني أو يكافئني ويديني السماء، أو عشان أنا خايف من ربنا لحسن يوديني النار. فهي حاجة رخمة أنا مضطر أن أنا أعملها، وهي في حد ذاتها مش حاجة حلوة. فكان أول نقطة، سوري أنا قطعتك، كان أول نقطة أنت بتقولها أنه مفهوم القداسة عندنا أصلا مشوه. بالظبط بالظبط. ويعني سوري، عارف الجملة بتاعت يعني لأن الحلال أفضل سأنتظر، فأنا مضطر أنا دلوقتي يعني أجبد في نفسي، وأنا القداسة دي مش طايقها أصلا، والقداسة دي بتحرمني من حاجات أنا نفسي أعملها ونفسي أعيش حياتي، بس ربنا كأنه بيقيد حريتي كده، بس أنت لازم تعيش حياة القداسة. موضوع تقيل على قلوبنا. لكن تعالى يعني نروح لأول معنى للقداسة، وهاخده من الآية بتاعتنا اللي هي بطرس الأولى 3:15، بل قدسوا الرب الإله في قلوبكم. وجميل يعني ربط بالحلقة اللي فاتت بتاعت امبارح، إنه دي جاية قبل ما أنت تتكلم عن الله ويبقى عندك دايما إجابة وتبقى شاطر في الدفاعيات المسيحية وتتكلم عن إنه الله موجود ومش موجود وأدلة وكذا وكذا. الخطوة الأولى أنت محتاج تقدس الرب الإله في قلبك، وإلا لو ما عملتهاش يبقى ما تعملش التانية أحسن. وهنا أقدس رب الإلهي بمعنى أنه أخصص له مكانة في حياتي، التخصيص، أني أدي لله مكانته في حياتي. عارف داود لما بيقول في مزمور 16:8، جعلت الرب أمامي في كل حين لأنه عن يميني فلا أتزعزع. يوسف الصديق لما بيقول كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله، هو حاطط ربنا في مكانته الأولى، الكل في الكل. الله دوت هو اللي أنا مخصص له مكانته الأولى في حياتي، مستحيل مش هقدر أبعد عنه. ومن هنا يجي المفهوم أو التعريف بتاع أول تعريف للقداسة، هو التخصيص، إن أنا بخصص لله مكانته. وجميل كمان إن الكتاب بيقول إنه إحنا خصة الله. ففي خروج 19 مثلاً 4 بيقول إنه الله لما خرج شعب إسرائيل خلاهم خصته، وتكونون لي مملكة كهنة وأمة مقدسة. الخصة هي الأمة المقدسة، إحنا بتوعه. ومن هنا يجي السؤال يعني اللي بعد كده يكمل، طيب دلوقتي بما انه الله المفروض ياخد مكانته في حياتي والكلام الكبير اللي احنا بنقوله دوت، ايه لازمه ده في حياتي؟ يعني ليه انا مضطر امشي ورا الاله دوت واحط مكانته في حياتي والكلام دوت؟ مش دي حاجه برضو يعني رخمه تقيدني عن حاجات احلى انا عايز اعملها؟
والحقيقة يا بولا أنا برضو شايف إن عندنا وجهة نظر مشوهة تانية عن قوانين الله، وكأنه الله هو اللي عايز يرخم عليا بالقوانين بتاعته، وإن قوانين ربنا هي حاجة مش أحسن حاجة ليا. وهنا يعني عايز أدي المثل دوت، يعني إنه مثلا الجيتار اللي بيتر بيعزف بيه مثلا، الجيتار دوت مثل ستازك شوية يعني معلش، لو هو قرر إنه أنا مش عايز أبقى جيتار وأنا عايز أبقى مثلا شاكوش أخبط في الحاجات أبقى كده يعني ليه هبتي أبقى حر مش لازم حد يقعد يعزف عليا، خنقت الموضوع دوت هيتدمر الجيتار هيتدمر. الإنسان برضو عشان يعرف هو موجود من إيه وموجود عشان إيه لازم يرجع للديزاين بتاعه، الأوريجينال ديزاين، المصمم الأصلي بتاعه. وعشان كده بنقرأ في تكوين 1:26 إنه الله لما جه عمل الإنسان بيقول فقال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. وهنا الآية جميلة قوي ركز معايا، بيقول على صورة واحدة نعمل، إحنا نعمل، وفي العبري مفيش جمع للتعظيم، فأنا بيقول نعمل الإنسان على صورتنا. هنا الثالوث القدوس بيتكلم إنه زي ما إحنا زي ما أنا قدوس أنا هعمل الإنسان دوت على صورتي وعلى شبهي، أنا هديله حرية إرادة زي ما أنا عندي حرية إرادة. وهنا بنشوف إنه أنت مخلوق على صورة القدوس، فأحسن وضع ليك إنك تعيش حياة القداسة. حياة القداسة مش حاجة رخمة أنت مضطر تعملها. في نفس الرسالة بطرس الأولى من إصحاح 1 بيقول في عدد 16 إنه كونوا قدسين لأني أنا قدوس، أنت شبهي، أنت على صورتي، أنت طالع لي. وبرضو عشان يعني أشبه المثل بحاجة بقى لينا إحنا في حياتنا، سيبك من الجيتار والكلام دوت، بس تخيل فكر معايا لو حد شايف اللافتات اللي على الطريق اللي بتقول لك ما ينفعش تعدي سرعة مثلا 120، من هو قرر ان القانون ده قانون رخم وانا ماليش دعوه بالقانون دوت، انا عايز يعني اشد كده، انا عايز اشد انا واخد حريتي، انا عايز ابقى حر واشد على الطريق، من قرر ان هو يعمل كده؟ مره في الثانيه في الثالثه غالبا لو حصل اي طوبك جت تحت العجله او كده وهو ماشي على سرعات جنونيه العربيه تتقلب والشخص دوت يعني ان عاش هيعيش وهو مكسور وكده، فساعتها الشخص دوت هيفقد حريته على انه يسوق بعد كده، انه يعيش حياته الطبيعيه بعد كده. مثل تاني بحب اقوله انه تخيل موضوع المخدرات مثلا، الحاجه اللي كلنا عارفينها، مخدرات في اول مره وانت بتعمل كده، مش انت يا بولا يعني، لو حد بيعمل كده لو حد قرر يعمل كده هو بيعمل كده وهو حر 100%، انا عايز اجرب اشرب مخدرات فانا هجرب اول مره وانا حر فعلا اجرب او ما اجربش، بس انا عايز اجرب هنفنفن يعني ما تضايقش الموضوع كده يعني ما تحبكهاش يعني هنجرب. بس مره في الثانيه في الثالثه بيقولوا انه بعد شهر لو انت بتعمل كده بشكل مستمر انت هتفقد جزء من حريه ارادتك، بقى في حاجه جواك بتقولك لا انت لازم تشرب مخدرات، ما ينفعش تقف، لا لازم تشرب مخدرات. بعد شهرين ثلاثه بعد 6 شهور غالبا انت هتفقد جزء اكبر، بعد سنتين بيقولوا انت غالبا فقدت اغلب حريتك، حريتك بقت 10%، انت مضطر انت غصب عنك لازم تشرب مخدرات. وكاني بص الجمله دي كاني انت بحريتك فقدت حريتك تاني، كأني بحرية إرادتك فقدت حرية إرادتك. ليه؟ لأنك ما مشيتش على القانون أو الكتالوج الأصلي بتاع حياتك، قانون الحق اللي الله مديهولك، أنت مخلوق على الصورة ديت. وعشان كده عايز أقولك أنه الكتاب المقدس نفسه بيتكلم عن ناموس الله أو قوانين الله في يعقوب 1:25 بيقول ومن اطلع على الناموس الكامل قوانين الله اللي هو بيسميه ناموس الحرية وثبت فهذا يكون مغبوط في عمله، يعني هيكون مبسوط يا بخته. أنه الناموس بتاع ربنا هو الناموس الحريه، ربنا مش عايز يقيدك، لكن القداسه او حياه القداسه هي اكتر حاجه تضمن لك انك تعيش حر بجد على صوره الله بجد، لان دي احسن حاجه ليك، مش لان ربنا بيرخم عليك وعايز يضيقها عليك. فكاني لو هلخص كلام امير اللي قاله انه بالنسبه لنا كشباب او بالنسبه لنا ممكن كمان كبار القداسه مفهومها او معناها الحقيقي اتشوه، بقينا حاسين ان القداسه هي الحاجه اللي بتكتفنا او الحاجه اللي هتقدرنا في حياتنا، مع ان زي ما امير كان بيقول انا حريتي في اني اعيش حياه مقدسه في ربنا، لانه في القداسه اللي هو حاططها لي دي ده الاطار الصح اللي انا محتاج اكون بعيش فيه عشان خاطر بحريتي زي ما امير كان بيقول ما كنتش بفقد حريتي. خلونا نكون ناخد وقت نشكر فيه ربنا على اللي هو مديه لنا ده، انه هو مدينا الاطار الصح اللي احنا نعيش فيه، هو خلانا على صورته واحنا اللي بارادتنا للاسف بنفقد ده. فخلينا ناخد وقت نكون بنشكره وبنعظمه على ده. بقدم نفسي ذبيحه
انا قلبي اتعلق بيك انت
حبيبي بختارك نصيبي فيك بل الحياة بختار أموت وتحيا فيا وإن كل ما ليا وحدك تزيد يسوع بسجد لك يسوع بسجد لك حبيبي بختارك نصيبي فيك بل الحياة أمين. أمير من كلامك لما كنا بنتكلم في الأول إنه القداسة هي اللي بتضمن حريتي وهي اللي بتضمن إنه حياتي تبقى ماشية كويس وكل الكلام ده فواضح إن القداسة هي حاجة جميلة يعني هي حاجة كويسة حاجة حلوة المفروض إن أنا أعيش حياة قداسة ليه مش بنعمل كده؟ ليه مش بنعيش حياة القداسة؟ حقيقة يعني كتير فكروا في السؤال اللي أنت بتقوله ده يا بولا ويعني هقول لك شوية من الحاجات اللي أنا أعرفها ويعني عشان ما لخبطش الناس وكده انا قسمتهم لثلاث نقط يعني بس هو دايما ويعني ركز معايا في الموضوع دوت هتلاقيه فعلا حقيقي الموضوع بيبدا بكذبه صغيره كذبه صغيره يعني كانه ابليس بيحطها كده او لما بتخدع من شهوتك بتحطها انه مثلا ما كل الناس بتعمل كده عادي يعني مش حوار ما تكبرش الموضوع ما تبقاش مقفل عادي ما كل الناس بتعمل كده كذبه تانية مثلا انه ما تجرب مره مش هيحصل حاجه وهنا مش بتكلم بس على الخطايا الادمانيه وكده لكن حتى على ابسط الحاجات النميمه الكذب الخداع هي بتدي الموضوع بان انت بتجرب مره حاجه جرب بس مش هيجرى حاجه ما حصلش حاجه الموضوع بيبدا بكذبه ولو شفنا في الكتاب المقدس اول قصه لينا في الكتاب المقدس عن السقوط في تكوين 3 لما ادم وحواء سقطوا تكوين 3 عدد 1 الحيه بتقول اول كذبه هنا بنلاقيها احقا قال الله ربنا فعلا قال كده يعني هو ربنا فعلا عايزك تعيش يعني خلاص كده مية مية لا فك كده شوية خليك أحقا قال الله بعد كده بتقول لهم لن تموتا هتصيران كالله وهنا أول كذبة بتودينا بعد كده في دائرة السقوط كلها لنتكلم عنها الخطوات اللي بعد كده قصة الابن الضال في لوقا 15 من أحلى القصص اللي بتوصف والحقيقة هنتكلم شوية عن الموضوع ونفهم إنه هو ما كانش ابن واحد بس اللي ضال دول كانوا الابنين كانوا ضالين بس هي قصة مشهورة كده يعني بس الابن الصغير اللي احنا بنسميه الابن الضال ده الابن دوت كأنه كان قاعد جوه بيت باباه بقوانين باباه بيقول أنا اتخنقت أنا أكيد في أحلى بره أنا مش عايز أقعد في بيت بابا اللي يقعد يقول لي القوانين بتاعته كده شوية شبه قصة جنة عدن الإنسان عايز يبقى هو إله نفسه عايز أبقى أنا المصدر بتاع القوانين أنا بقى عارف الخير والشر عارف هنا مش معناها عندي معرفة بس لكن أنا اللي أحدد إيه الخير والشر بتاع حياتي أنا مش عايز أفضل قاعد في بيت بابا أنا هاخد فلوسي أنا عايز مصلحتي اللي منك يا رب انا مش عايز العلاقه معاك انت انا عايز المصلحه اللي هي عندك واخدها وهفرح انا مع اصدقائي وهعيش وهنبسط لكن مش هي دي الحاجه الحلوه الموضوع بيبدا بكذبه وخلي بالك معايا انه الكذبه الصغيره اللي ابتدت بيها الموضوع بتكمل بعد كده الحاجه اللي اسمها اللي بيسموها المنحدر او السلوب ان الموضوع بدل ما كان حاجه بسيطه قوي في البدايه هجرب بس الحاجه ديت الموضوع بقى تكراري لحد ما يوصل للمنحدر ده وصلت لاخره فبنشوف الابن الضال بعد كده لما انتهت يعني كأنه قرب نهاية القصة لما كان هو حياته مع الخنازير قاعد مع الخنازير وكان يشتهي أن يملأ بطنه من الخرنوب وأنا رأيي إن الكتاب قصد أو يسوع قصد المشهد دوت عشان يقول لنا أنه فقد إنسانيته اللي على صورة ربنا فقد الحاجة اللي على صورة ربنا لدرجة أنه فقد حريته تماما اللي كان رايح يعني أنا هخرب الدنيا يعني هعيش حر بص وصلت إنسانيته بقت إيه بقى سوري التشبيه كأنه شبه الحيوان بالظبط
آدم وحواء بنشوف الناس اللي يعني كانوا مع ربنا على طول وكده والكلام ده، وأول قصة بعد السقوط بنلاقيها قايين وهابيل إنه الأخ بيقتل أخوه. إيه اللي على مخلوق، اللي مخلوق على صورة القدوس، اللي مخلوق على صورة الله المحب، الأخ بيقتل أخوه؟ ده المنحدر اللي بيكمل. لكن آخر حاجة في الثلاثية بتاعت الخطية يعني هو إنه، واللي بيقولها الكتاب إنه في يعقوب لما بيقول إنه كل واحد إذا انخدع من شهوته، إنه الشهوة دي هتحبل وتلد خطية، والخطية إذا كملت تنتج موت. الخطية ديت اللي ابتدت بحاجة بسيطة، بخدعة بسيطة ونزلت في المنحدر ووصلت لحد آخرها الموت، أنت في آخر مرحلة في الموت بتاعك أنت بتفقد زي ما بيقول إنسانيتك، أنت بتفقد هويتك. فبيقولوا انه كانه انت بقت حياتك كلها مش انت الانسان اللي على صوره الله، بقت شاعر طول الحياه طول الوقت بالخزي وبالعار. عشان كده نشوف ادم في الجنه في عدد 10 تكوين 13 بيقول سمعت صوتك فخشيت لاني عريان فاختبأت. كاني الله بيقول له يعني بتخيل انه تستخبى مني، انا بابا، ده احنا اللي كنا قاعدين مع بعض طول الوقت كانه متمشى مع بعض في جنه عدن، انت خايف، شاعر بالخزي شيم، فقدت هويتي كابن ليك، انا خلاص كسرت ماليش عين كاني اجيلك. الابن الضال بنشوفه برضو في نفس القصه في عدد 19 لقى 15 19 لما بيقول انه لست مستحق ان ادعى بعد لك ابنا، اجعلني كاحد اجراك، انا خلاص انا فقدت هويتي كابن. هي دي الدايره اللي بسببها بتفضل جوه الخطيه، والدايره ديت هي مش بس مجرد يعني بتحصل مره، لكن الدايره ديت مصممه من ابليس كده كانها انها تخليك محفوظ دايما جواها، انت بكذبه بعد كده المنحدر بعد كده الخزي وفقدان الهويه، يخليك الخزي ده يخليك تخطئ تاني وتعمل تاني، مالكش وش ترجع لربنا، فانت بتعيد الدايره دي مره في التانيه في التالته. يعني من كلام امير انه الشيطان كذاب وابو كل كذاب، هو دايما بيرمي الاكاذيب، ولو انت مش ثابت في الحق اللي بيترد على الاكاذيب دي الشيطان هيحطك على اول الزحليقه، والزحليقه دي غالبا وانت نازلها انت بتبقى مستمتع ومبسوط ومش مدرك كل اللي بيحصل حواليك، لان الزحليقه بتعدي كده زي ما كان برضو امير بيقول وزي ما الكتاب بيقول ان الزحليقه هيكون اخرها موت، خطيه اخرها موت. خلونا ناخد وقت اكننا بنتوب فيه عن كل مره قبلنا فيها اكاذيب الشيطان، كل مره ما كناش راسخين وثابتين فيها في الحق والشيطان ضحك علينا في حاجه وشدنا لحاجات تانيه اكبر بكتير. كم مرة أنا خنت عهدي وقلت أعيش لوحدي ورجعت البيت من تاني ألقى حضنك مكاني لسه مفتوح يسعني، وكتير قلت بحبك وإيديا بتطعن جنبك قساوتي تجرح قلبك ولقى نفسي خذلتك أرجعت وهبني عفوك. مرة برجع ألمس إيدك بترفع تغفر لي تنسى الماضي عن كل تقبل عهود جديدة تضمن نصرة أكيدة يا يسوع يا يسوع معك ربي المجيد وعد بقلب جديد ضعفي في إيدك قوة وزمتي تبقى نصرة ضعفي في ايدك قوة وهمتي تبقى نصرة معاك ليا رجاء شرح ادور تاني على غيرك يداويني دم الصليب فداني هو وحده غالب ترفعني عالي فوق ضعف
سمعت عنك باللي حواليا وديتك ضهري وكأن الكلام مش ليا أو قرار يمكن بعدين أفكر فيه ويجي بكرة ويفضل قلبي معاند ليك وكأن العيشة معك سراب شايفه بعيد وحاسسها قيد أنا رفضه عايز أعيش سعيد فاكر حياتي معك نهاية السعادة أنا حر ومش هعيش مسلوب الإرادة شايف عينيك من بعيد بتناديني وفي عز قسوة قلبي انت مش ناسيني عطشان وعندك انت مية الحياة ونورك يهدي قلبي اللي عنك ده ايدك ممدودة بالمحبة والحنان مستني انا ارجع لبيتي من زمان من حبك ليا سايب لي الاختيار أمين. أمير احنا لحد دلوقتي اتكلمنا عشان راجع معاك كده احنا اتكلمنا عن معنى من معاني القداسة وهو التخصيص واتكلمنا انه قد ايه القداسة هي اللي بتضمن حريتي واتكلمنا عن أهمية القداسة في حياتي وان الشيطان هو اللي بيشوه شكل القداسة هو اللي بيرمي أكاذيب بس خليني انقل الحوار معاك لحتة تانية خالص وهي بعيد عن الإنسان شوية وهي قداسة الله أو الله القدوس وده مصطلح كبير قوي وكتير قوي بنهرب من الفكره دي او بنخاف او يعني بنقشعر بتحصل حاجه كده اول لما بنسمع انه الله قدوس ليه بيحصل كده عندك حق يا بولا وهو الموضوع يعني شويه الاول وهلا يبان ان هو مخيف قوي فعلا بالذات لو تقرا في العهد القديم لما الله بيتكلم عن نفسه او في المشاهد اللي الله فيها ظهره بيتكلم عن قداسته وده ينقلني لتاني معنى كلمة القداسة أو كلمة قدوس تعريف كلمة قدوس مش بس معناها القداسة أن أنا أخصص حاجة أو أني أدي الله مكانته لكن لما بيقول عن الله أنه قدوس الكلمة العبري كادوش شبه العربي شوية الكلمة ديت في ترجمتها معناها الكامل ومش بس الكامل لكن الحاجة اللي حضورها شديد قوي 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 ذو حضور شديد ومهيب بمعنى انه ايه انه الشخص دوت او هذا القدوس لو موجود في مكان كل حاجه تانيه ما ينفعش تقف قدامه كل حاجه تانيه قدام هذا القدوس يعني بتنتهي كانها ففكر معايا مثل يقرب لنا الموضوع زي الشمس مثلا عارف انت ما تقدرش تقرب للشمس انت لو قربت للشمس غالبا هتتحرق كلنا يعني ما نقدرش نقرب للشمس الصوره ديت بتاعه النار او كده هي صوره موجوده في العهد القديم والله بيصورها عن نفسه لما شفنا في مثلا في خروج 3 لما الله ظهر لموسى عند العليقه او الشجره المشتعله لما بيقول له اخلع حذائك من رجليك لان الارض التي انت واقف عليها ارض مقدسه خلي بالك الموضوع مش لعبه يعني انه الله قدوس دي مش حاجه كده الله بيقول عن نفسه ان لا احد يراني ويعيش اللي عيناه اطهر من ان تنظرا الشر
فتخيل الإنسان اللي سقط، تخيل شعب إسرائيل دوت اللي كان كتير بيغلط ويروح لعبادات تانية، اللي كتير كان بيمارس الزنا، اللي كتير الله بيقول إني شعبي عملوا شرين، تركوني أنا ينبوع الماء الحي ونقروا لأنفسهم أبار مشققة لا تضبط ماء، سابوني أنا تاني نفس المشكلة نفس الغلط، سابوني أنا وراحوا يشوفوا نفسهم مصادر سعادة تانية، مصادر حرية تانية وفرح تاني غيري. وكأني الله القدوس دوت ودي المعضلة الأساسية، وهو بكماله دوت وهو بمهابته ديت لكنه بيحب الإنسان وعايز يسكن مع الإنسان. فبنشوف مثلا مزمور 132 وعدد 13، لأن الرب قد اختار صهيون اشتهاها مسكنا له، هذه هي راحتي إلى الأبد ها هنا أسكن. الله عايز يسكن مع الإنسان، الله عايز يسكن معايا أنا وإنت. إزاي ممكن القدوس دوت اللي لو سكن مع الإنسان غالبا الإنسان النجس دوت ملوش أي فرصة إن يقف قدام هذا الإله القدوس. وبنشوف ده كتير، وبنشوف حتى في هروب 19 لما الله جه على جبل حوريب وبيتكلم إنه كان اللي قرب من الجبل بس كان ممكن يموت، ما عدا موسى بس اللي يطلع. وكان موسى حتى لما ينزل وشه شكله بيتغير، كل حاجة في ضوء الشمس بتتغير شكلها بيتغير. عارفين الشمس لما بنسمر بعد مصيف اللي بيحصل مع الله حاجة يعني غالبا العكس، انت كأنه وشك هيتغير، انت منفعش تقف. وده كده ويعني موسى ما شافش، يعني الموضوع كان اكبر بكده كتير. عشان كده موضوع انه الله عايز يسكن مع شعبه كان موضوع معقد شوية في العهد القديم، ومش عايز اخش في تفاصيل كتيرة، لكن بنشوف انه اللي بيرمز لحضور الله في العهد القديم كان حاجتين، يا الهيكل يا اما خيمة الاجتماع. وخيمة الاجتماع كانت متقسمة يعني ثلاث اجزاء، اول جزء اسمه الدار الخارجيه، وده اللي بنخش الناس فيه، بتخش تقدم ذبيحه، حاجه اسمها مذبح النحاس، حاجه اسمها المرحضه الخارجيه، ناس تتغسل فيها وتتطهر وكده، عشان بعد كده الكهنه بس اللي يخشوا مكان اسمه القدس، جاي من كلمه القدوس، الحته المقدسه بتاعه الله، عشان اللي بعد كده بقى الحته اللي بيسكن فيها الله حته اسمها قدس الاقداس بالعبري كودش ها كودشيم. يعني يعني انا ليه قصدي اقول موضوع كبر قوي، انا ليه قصدي اقول اللفظ العبري برضو عشان اقول لك انه اللفظ العبري بيعبر عن يعني كلمه ده القدس. طب انا هقول لك بقى الاقدس منه، يعني ده اقدس حاجه في الحاجات المقدسه، ذا هولي اوف هوليز، اقدس حته في الاماكن دي، المكان اللي ما كانش ينفع اي حد يخشها غير رئيس الكهنه مره واحده في السنه، وكان بيعمل حاجات كتير قوي قبلها عشان يكفر عن خطايا الشعب. وبيخش وهو اصلا وهو داخل بيبقوا رابطينه بحبل عشان لو مات عمل اي غلطه جوه قدام هذا القدوس كانوا لازم يسحبوه، محدش ينفع يخش يجيبه من جوه. موضوع معقد. ليه الموضوع معقد والحضور بتاع الله كده؟ الله عايز يقول للشعب بتاعه انا مش زي الالهه الثانيه اللي حواليكم. الالهه اللي كانت حواليهم الالهه بتاعت شعب كنعان كانت الهه في المعابد بتاعتها في نجاسه، بيمارس الزنا في المعابد بتاعتها، كانوا ينفع يقدموا ذبائح من اطفال بيقدموا ذبيحة الله، كان ينفع يمارسوا فيها الجنس حتى مع حاجات مقززة مع بهائم أو الله كان بيقول إن أنا مختلف، أنا بعيد عن نجاسة البشر، وده المعنى التاني، أنا قدوس أنا مش كده. لكن بيجي في عبرانيين يشرح لنا عبرانيين 9 وعدد 9 بيقول إن كل الحاجات ديت هي قائمة بغسلات وأطعمة وأشربة مختلفة، عشان بس هي رمز للوقت الحاضر، هي رمز دلوقتي إن الحاجات دي كلها موضوعة إلى وقت الإصلاح لحد ما هيجي الوقت، لحد ما هيجي اليوم اللي الله بنفسه هيسكن وسط شعبه. وده اللي شفناه في يسوع. بحب قوي اتكلم عن الحته ديت في يوحنا 1 في اول اصحاح في انجيل يوحنا عدد 14 بيقول كده والكلمه صار جسدا. في الاول بيقول في البدء كان الكلمه والكلمه كان عند الله وكان الكلمه الله. بعد كده في عدد 14 والكلمه صار جسدا وحل بيننا. كلمه حل هنا معناها التاني خيم أو سكن بيننا، القدوس سكن مع الإنسان. في لوقا 1:35 الروح الملاك بيقول لعذراء مريم روح القدس يحل عليك وقوة العلي تضللك، لأنه القدوس فلذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله. القدوس، القدوس شفناه بعنينا في يسوع المسيح. زي ما أمير كان بيقول هو ده الإله اللي احنا بنعبده، قد ايه هو قدوس، قد ايه هو مهوب. غالبا احنا ما شفناش اللي حصل في العهد القديم، صعب قوي ان احنا نقدر نتخيله. بس مش معنى انه يسوع جه واتجسد على الارض وعاش معانا انه مستوى القداسه قل، بس لا، الله هو الله. عشان كده عايز ناخد وقت دلوقتي اكنه بنمجد الله على قداسته،
أشعياء كان بيقول كده إنه الملائكة كلها قدامه بتقول قدوس قدوس قدوس، بنمجد الله وبنرفعه على قداسته وبنتوب على كل مرة استهنا فيها بقداسة الله، كل مرة استبحنا فيها الخطية، كل مرة حسينا إنه ربنا هيسامح مش مشكلة، زي ما أمير كان بيقول جرب المرة دي مش تفرق على دي. خلونا ناخد الوقت ده أكننا بنمجد ربنا على قداسته وعظمته زي ما الملائكة بتعمل، وفي نفس الوقت بنتوب على كل مرة استهنا فيها بقداسته. صليبك يا قدوس.
أنت هو الراعي الأمين، من قادني عبر السنين، على كفيك نقشتني يا قدوس. منيتي ربي وشهوتي، أنت تغير صورتي، لأحيا حياتي بشبهك يا قدوس. اغسل لي قلبي العنيد، فهو العائق الوحيد بيني وبينك مالك يا قدوس. أمنيتي ربي وشهوتي، أنت تغير صورتي، لأحيا حياتي بشبهك يا قدوس. اغسل لي قلبي العنيد، فهو العائق الوحيد بيني وبينك مالك يا قدوس. أمين. لسه مكملين بنتكلم عن القداسة وحياة القداسة. أمين. لحد دلوقتي اتكلمنا في نقطتين من الثلاث نقط اللي انت قلت انه القداسة في الكتاب المقدس ليهم ثلاث تعريفات. أول تعريف اتكلمنا فيه اللي هو كان متعلق شوية بالإنسان، هو الحتة بتاعت التخصيص. وبعد كده اتكلمنا في الجزء بتاع الله القدوس، وانه معنى القداسة في الحتة دي هي الكمال أو حضور الله الشديد القوي المهوب. انت قلت ان هما ثلاث معاني، لسه مكلمناش في المعنى الثالث. ايه هو المعنى الثالث لكلمة قداسة؟ المعنى الثالث هو يعني المعنى عايز يعني انجاز التعبير المفضل بالنسبه لي، ولما عرفته فرحت قوي قوي. بس المعنى الثالث لكلمه القداسه في الكتاب المقدس او لكلمه القدوس هي جمال الله. القداسه هي جمال الله. فلما بنشوف مثلا في رؤيا 4 الاربعه حيوانات، بغض النظر عن التفسير بتاع القصه دي، لكن اللي هم مليانين عينين وكانهم واقفين قدام الله طول الوقت وشايفينه كويس قوي احسن من اي حد، وبيقولوا طول الليل والنهار قدوس قدوس قدوس. بالانجليش بيقولوا كده in a sense of awe، في حالة انبهار. ده جميل 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 مهوب الله، ده جميل قوي قوي. تعرف في المزامير دايما تتكرر العبارة بتاعت اسجدوا له في زينة مقدسة. كلمة زينة هنا معناها beauty، جمال قدسه. في in the beauty of his holiness، في جمال القدس بتاعه. القداسة حاجة حلوة، القداسة حاجة جميلة قوي. ودي بانت قوي يمكن اكتر في يسوع المسيح، وموجوده في العهد القديم وموجوده في الله. لكن عايز اقول انه لما شفنا الصوره او الاعلان الالهي الكامل في يسوع المسيح، شفنا جمال الله. تعرف لما بنصلي الصلاه الربانيه اللي هي في راي ناس كتير هي اعظم صلاه توبه، بقول له ابانا الذي في السماوات، انا برجع له تاني الابوه بتاعته، برجع له مكانته تاني في حياته، برجع له يعني بخصص له مكانه تاني في حياته. بعد كده بقول له ليتقدس اسمك. يعني ايه ليتقدس اسمك؟ ما كنتش فاهمها، بس فهمت بعد كده انه اسمك يبقى جميل قوي في عينين الناس. يعني رب اسمك يتعرف في كل حته انه جميل قوي، انه دي احلى حاجه للبشريه. الناس لو عرفت ان اسم الله قدوس هتبطل تخاف منه، انه جميل، هتقرب له وهتروح له، مش هتحس انه السعاده والفرح هي بعيد عنه وان هو الله عايز يقيدهم. خليني اسالك سؤال في الحته دي بالذات. اعتقد كلنا بنعدي نقرا الاربع اناجيل كلهم، نشوف قد ايه يسوع كان جميل، كان وديع، كان بيعمل معجزات، مات عشان كل حد فينا، وكل ده بيلمسنا بطريقه او باخرى. بس ستيل لسه بنحس ان الخطيه احلى، لسه الخطيه بتجذبنا. انا ممكن اكون مدرك كل اللي انت بتقوله ده، بس لسه بقع في الخطيه، لسه في لحظه من اللحظات كده رجل هنا ولا رجل هنا، والاقي نفسي كعبلت وقعت في الخطيه، واكنه اللحظه دي انا بتعمي فيها، ما بقاش شايف غير انه الخطيه هي الحلوه دلوقتي، وهي دي الحاجه اللي انا عايز اعملها. يعني عايز اقول انه عندك حق قوي، ويعني عايز احط نفسي مكان حد من المشاهدين يعني وهو بيسمع. انت عمال تقول القداسه حلوه يا امير وكلام كده، بس انت مش شايف الخطيه والمغريات بتاعتها والسوشيال ميديا، وانه ازاي ابليس بيستخدم كل الوسائل الالكترونيه وغيرها وغيرها. عشان الدنيا من صعب لاصعب يعني. بالظبط. يعني انا دلوقتي الفيسبوك بقى صعب، انستغرام بقى كارثه،
مظبوط. كل حاجه من صعب لاصعب, والوصول للخطيه والنجاسه بقى سهل قوي, بقى في ايدينا, بقى حاجه يعني قريبه قوي لكل حد, دوسه زرار انت ممكن توصل. وكانه بنشوف انه الخطيه بقت جذابه اكتر من القداسه. وبرضه متخيل حد برضه يقول معلش يا امير, ده الناس يعني اللي عايشين حياه القداسه دول بيبقوا ناس ملزقين كده رافعين البنطلون لحد هنا وعارف ورايح الكنيسه بقى مقف, يعني القداسه دي حاجه ملزقه ما بحبهاش, مش عايز اعيشها. وفي اسم يسوع يعني مفهومنا ده عن القداسه ينتهي النهارده في اسم يسوع بجد. القداسه هي الحاجه الرخمه, الحاجه الملزقه, محتاجه بقى شاب يعني ملزق كده اقعد اقول ربي يباركك يا اخ بولا, ربي يباركك يا اخت. ده مش القداسه ابدا. القداسه المفروض تبقى حلوه قوي, المفروض تبقى جميله, والمفروض تبقى جذابه اكتر من الخطيه. وده إن يعني لو الكلام ده صح يبقى المفروض انه الكنيسه والمجتمع الكنسي اللي هم عروس المسيح المقدسه المفروض تبقى جذابه جدا. بس احنا بنشوف انه الناس او الشباب يمكن اكتر بينجذبوا اكتر للخطيه وبيسيبوا الكنيسه, يا ترى ليه؟ وانا بفكر في السؤال دوت وكان بيصدمني دايما كلام المسيح مع الفريسيين والكتبه اللي هم اكتر ناس كانوا متدينين كانهم يعني ناس بتوع كنيسه او بتوع التوراه وحافظين العهد القديم في وقتها. كان بيقول للناس في لوقا 12 عدد 1, احترزوا لانفسكم من خمير الفريسيين الذي هو الرياء. بيمثلوا عاملين منظر, بيقول عليهم انه يسوع بيقول ان دول قبور مبيضه من الخارج. تعرف يا بولا المشكله ان احنا ما عرفناش نوصل للقداسه الحقيقيه فلعبنا دور القداسه, مثلناه, عملنا ان احنا الولاد بتوع الكنيسه. وانا جاي النهارده البرنامج دوت وانا عامل على المشاهدين ان انا الشاب بتاع القداسه اللي جاي يتكلم عن القداسه. انا عايز اقول لك انا زي زيك وبصارع في الخطيه وما زلت وعمال احاول, بس اللي عايز اقوله احنا بقينا مصطنعين, احنا بقينا مش عارفين نعيش فبنمثل على بعض دور القداسه. وعايز اقول لك يعني فكر حتى في الحياه العمليه, لو قعدت مع حد عمال يقول لك انه انا تمام ومية مية وزي الفريسي اللهم اشكرك لانه مش زي العشار دوت انا تمام, الشخص دوت انت تبقى مش عايز تقعد معاه, انت غالبا هتكره انك تقعد معاه. لكن تخيل شخص تاني ولد حقيقي بيقول لك انا بصراحه واقع في الخطيه, انا مش عارف اعمل ايه, انا مش عارف ابص في عينين ربنا ازاي, انا واقع في الخطيه, انا بعترف ان انا خاطي وانا مش قادر. عايز اقول لك انه القداسه هنا تبان اكتر, الشخص الحقيقي. يسوع المسيح بيقول في يوحنا 17 عدد 18, ومن اجلهم بيكلم عن الكنيسه, ومن اجلهم اقدس انا ذاتي ليكونوا هم ايضا مقدسين في الحق. الله عايزك تبقى حقيقي. واول خطوه للقداسه مش انك تقول انا تمام ومش محتاج, بالعكس اول خطوه في القداسه تقول انا محتاج مخلص. ويسوع بيقول انا ما جيتش عشان الناس الكويسين. انا ما يسوع لما كان بيكلم الفريسيين والكتبه كان اغلب الوقت بيقول لهم كلام صعب قوي, لكن مع الزنا والعشرين والخطاه كان بيقعد معاهم. تعرف لوقا 15 في أول عدد في الإصحاح بيقول وكان جميع العشرين والخطاة يدنون منه ليسمعوه. يسوع كان حقيقي, كان حلو قوي, ناس تحب تقعد معاه وتسمعه. ما كانش زي المعلمين اللي هم اللي بيمثلوا اللي عاملين يدوا قوانين للناس ويصعبوها على الناس. يسوع كان حقيقي, كان قريب للحق, كان بيحب الناس ديت, كان بيقعد معاهم. ويعني كأني عايز أقول أنا بعتذر يعني نيابة عن أي حد في الكنيسة ضايقك او ضايقك او وراك ان هو احسن وكرهت الكنيسه بسبب المجتمع الكنسي اللي وراك وراكي انه انت مش كويسه, انت ما تنفعيش ما بيننا. القديس اثناسيوس بيقول انه الكنيسه مش متحف للقديسين, الكنيسه المفروض تبقى مستشفى للخطاه, نجمع فيها الناس الخطاه. يمكن الخطاه دول اللي اولهم انا وانت واحنا مش قاعدين هنا بندي برنامج وعاملين ان احنا احسن من ناس تانيين, بالعكس احنا كلنا الجميع زاغ وفسد واعوزهم مجد الله, كلنا زي بعض. واخر حاجه اقولها لك, انت عارف في قصه الابن الضال انا قلت لك ان هما الابنين كانوا ضالين مش ابن واحد. الابن الكبير في لوقا 15 عدد 28 بيقول عنه كده وهوريك انه ده كمان كان ابن ضال. والابن الكبير دوت كان شبه قوي الفريسيين والكتبه اللي كانوا موجودين اللي كان يسوع بيكلمهم بالامثال ديت. الابن الكبير بيقول كده في عدد 28 فغضب ولم يرد ان يدخل, ما رضيش يدخل البيت اللي ابوه كان عامل فيه حفله لاخوه الصغير لما رجع. بالظبط, ولم يرد ان يدخل. فخرج ابوه اليه, خرج ابوه يطلب اليه بيقول له انت فين, انت ما جيتش ليه؟ فقال لابوه الكلام دوت, ها انا اخدمك سنين هذا عددها. انا وكم مره انا كامير حتى قلت ده انا بخدم ربنا في الكنيسه, ده انا بعمل, ده احنا بنقود تسبيح, ده احنا ناس 100 100, يعني احنا برامج تلاقي احنا زي الفل. وكم مره وكم مرة قلت لنفسي انه انا عشان بعمل اعمال معينة فانا كده خلاص انا مش محتاج يعني ربنا. بعد كده بيكمل بيقول انه وقد لم اتجاوز وصيتك.
وكم مرة أنا برضو قلت ده أنا يعني عامل وصايا بتاعت ربنا، بدي العطا، بصوم، بعمل أنا تمام مش محتاج لربنا. بس بعد كده بيكمل يقول وجديا لم تعطني لأفرح مع أصدقائي. وكأني عايز أقول هنا إنه الابن الكبير يعني بان على حقيقته. الابن الكبير ما كانش عايز ما كانش قاعد مع باباه عشان العلاقه مع باباه في البيت، عشان بيحب ابوه، عشان عايز يفضل جوه البيت. الفرق بينه وبين الصغير ان الصغير كان صريح بالظبط. اشكرك، قال له اديني تاني، قاعد مستني لما هياخد. بالظبط كان حقيقي. الابن الكبير كان عامل لعبه، انا هقعد مع بابا في البيت، انا هعمل نفسي ابن الكنيسه وهعمل كده، بس انا في الاخر انا مش في علاقه مع بابا، انا مش في علاقه معاه، انا بس عايز الناس تقول عليا الولد الحلو بتاع الكنيسه، الولد الكويس. انا عايز الناس تبص وتشاور على الولد دوت اللي مش عارف حافظ ايات، اللي بيصوم وبيعمل. عشان كده انا في رايي، ويمكن دي فكره غريبه شويه، انه يمكن الابن الصغير كان اقرب للقداسه من الابن الكبير. الابن الصغير كان حقيقي، عشان كده في القصه مين اللي اتغير؟ الابن الصغير مش الابن الكبير. وكأنه هي دي اول خطوه للقداسه، انك تبقى حقيقي، تبقى خليك انت، روح لربنا. انت عارف الله لما بيقول، لما بتتكلم مع ربنا وبنيجي نصلي، الشرط الوحيد اللي ربنا اداه للصلاه تقريبا هو فمتى صليت لا تكن كالمرائين. انا عايز اتكلم معاك انت الحقيقي، ما تمثلش عليا، انا عارف كل حاجه اللي قدام الله، كل حاجه عريانه ومكشوفه. عشان كده يمكن مفهوم القداسه عندنا يتغير، انه الاول حاجه في القداسه ان اللي جوه يبقى هو نفسه اللي بره، بعد كده ينفع اعيش حياه القداسه. وكاني لو هاخد من كلام امير الجزء العملي او المسج الواضحه لينا كمؤمنين او كمسيحيين او كناس عايشه تروح الكنيسه، انه احنا اللي محتاجين نبتدي نعيش حياه قداسه حقيقيه، نبطل نكون مرائين، نبطل يكون اللي جوانا غير اللي برانا، نبطل نكون بنروح الكنيسه بس حياتنا في حته تانية خالص. لانه لما الكنيسه او لما جماعه المؤمنين هيكونوا بيعيشوا حياه قداسه حقيقيه، ساعتها كل من حواليهم، كل من هو ما يعرفش ربنا، هيشوف انه الناس دي في حاجه مختلفه. قداستنا او حياه القداسه هي اللي هنكون بنعيشها، لان احنا عمرنا ما هنوصل للصوره الاوبتيمال من القداسه، بس حياه القداسه اللي احنا بنعيشها هي دي اللي هتكون بتجذب الناس اللي بره، هي دي اللي هتكون بتجذب كل من هو ما يعرفش يعني ايه حياه قداسه، او كل من هو شايف ان حياه القداسه دي حاجه ملزقه او حاجه مش هينفع اكون بعملها. اعتقد ان احنا محتاجين ناخد وقت نشكر فيه ربنا على شخص ابنه يسوع المسيح اللي جه وعاش وسطينا، ومحتاجين نتوب كمؤمنين على كل مرة كنا فيها مرائين ومش عايشين حياة قداسة حقيقية، ونفرنا ناس كتير قوي مننا بسبب الحياة أو الطريقة اللي احنا عايشين بيها. آمين. فرق معايا في الدقائق اللي جاية نكون بنصلي سوا الترنيمة اللي جاية دي. الترنيمة بتقول عايز أكرمك وعايز أرضيك، وبتقول كمان كده دربني في حقك. ويمكن كلنا هنكون بنصلي معاكم، مش بس اللي بيتفرجوا علينا بيصلوا، بس احنا كمان محتاجين نصلي انه ربنا يدربنا نكون بنتبعه في طريقه ونكون بنرضيه بحياتنا اللي بنعيشها.
اعلن قلبك لاني بمخافتك اكشف لي سرك احفر في قلبي من نار عدان قبلك يا أمين. احنا تقريبا وصلنا نص وقت الحلقه. احنا طول النص الاولاني من الحلقه اتكلمنا عن معنى كلمه القداسه، قداسه الله، قداسه اللي بانت في يسوع المسيح في الابن، وثلاث معاني الواضحين اللي قلناهم وهي التخصيص وكمال الله او قوه حضوره وجمال يسوع المسيح اللي بان في الابن. دلوقتي عايزين نتكلم على الحته الثانيه بتاعت عمليا بقى، بعد ما اتكلمنا على كل الحاجات دي، بعد كل المعلومات اللي قلناها، بعد كل الحاجات اللي قلناها عن ربنا الاب والابن والقداسه، عمليا انا المفروض اعمل ايه؟ ايه الخطوات العمليه اللي ممكن اعيشها عشان ابدا مش اكون مقدس اعيش حياه القداسه بس ابتدي احط رجلي على الطريق؟ عايز برضو زي ما قلت في الاول انه الخطيه هي بثلاث المراحل بتاعتها، ان هو الموضوع بيبدا بان انت بكذبه، بعد كده المنحدر اللي بياخدك لاخرها للموت، وبعد كده بفقد الهوية بتاعتي وبشعر بالخزي وبرجع عيش تاني. عايز اقول يعني ثلاث خطوات عملية تساعدنا كلنا نعيش حياة القداسة من الكتاب المقدس. اول خطوة عملية هقول لك اسم غريب شوية، اسمها ميتانويا. يعني ايه ميتانويا؟ ميتانويا هي الكلمة اللي موجودة في الكتاب المقدس اللي اسمها التوبة. بس انا برضو قصدت ما اقولش كلمة التوبة، لانه لما بقول كلمة توبة بيجي في ذهننا غالبا انه خلاص هصلي واقول يا رب سامحني وانا اسف مش هعمل كده تاني، خلاص انا اتوبت وخلاص. بس الحقيقه الكلمه اللي الكتاب المقدس بيعبر بيها عن التوبه هي كلمه اكبر من كده بكتير واعمق من كده. كلمه ميتانويا دي كلمه باليوناني، ميتا معناها تو تشينج، انك تغير، نويا معناها التوجه بتاعك او الفكر بتاعك. فكانه الكتاب بيقول لنا انه اول خطوه عشان ترجع تاني تعيش حياه القداسه انك تغير الفكره، تغير الكذبه اللي اتضحك بيها عليك. كاني عايز اقول لك حبيبي انت في كذبه اتضحك بيها عليك، انه يمكن الحياه القداسه ممله، حياه القداسه مش ممتعه، وانا عايز كاني اشهد انه حياه القداسه صعبه قوي، صعبه قوي، لكن هي ممتعه، ممتعه وتستحق انها تعاش. ويمكن دي اول كذبه محتاج تغيرها، محتاج تغير كذبه بتاعت انه مثلا انه انا هنبسط بس لما يبقى معايا فلوس كتير، او انا هنبسط بس لو عملت الحاجات الفلانيه، لو مارست العلاقات الفلانيه، لو في كذبه ابليس ضحك بيها عليك. انت محتاج تبدا من عندها، اذكر من اين سقطت وارجع وتوب. ودي اول خطوه في موضوع انك ترجع. تاني خطوه بنسميها او يعني كان عايز اطلق عليها اني باقمع جسدي واستعبده، اني بجاهد حياه الجهاد. وهنا برضو الكلمة دي بتبقى الناس بتقفل منها قوي، والشباب يعني لا مش قادر مش عايز كذا كذا، بس عايز اقول انه من غير جهاد غالبا مش هينفع نتغلب على الخطية. والجهاد دوت هي حياة يومية، انا بعيش في الصراع دوت. فبيقول بولس في كورنثوس الاولى 9:25، وكل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء. اما اولئك، بيتكلم عن الامم او العالم، يعني كل الناس بتجاهد حتى الأسباب تانية، وبتصارع حتى اللي عايز يبقى مثلا شاطر في رياضة، شاطر في الدراسة، كله بيجاهد. فبيقول أما أولئك لكي يأخذوا إكليلا يفنى، عشان ياخدوا حاجة في الآخر هي أرضية وقتية، لكن أما نحن فلأجل عشان ناخد إكليل لا يفنى،
حاجه اعظم كتير قوي، حاجه ابديه، حاجه ليها معنى قوي قوي، انك تسترجع انسانيتك اللي على صوره الله، انك تعيش الحياه في ملء الحياه. اعتقد ده هدف قوي 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 في الرحله ما بتاعه الجهاد. ودي نصيحتي لكل الناس، ما تعملهاش لوحدك، ما تعيشهاش لوحدك. انت محتاج جسد، محتاج كنيسه حقيقيه زي ما احنا جروب كده، احنا مع بعض. والكنيسه مش قصدي بيها بس ان انا بروح الكنيسه، لكن قصدي بيها مجموعه مؤمنين حقيقيين انا ينفع ابقى على طبيعتي معاهم، ينفع ابقى حقيقي وسطهم واقول لهم على خطاياي، اعترفوا بعضكم لبعض بذلاتكم، ينفع احكي لهم وابقى مش مكسوف من نفسي، ويقبلوني زي ما انا، ويوروني يسوع ويوروني محبه يسوع، ومع بعض احنا بنجاهد كلنا في البروسيس دي. طب خليني ارجع تاني لحته الجهاد، لان بالنسبه لي حته مهمه قوي، لانه اكن مؤخرا ابتدينا ننسى فكره الجهاد وننسى الكونسيبت ده، وفي حتت كتير قوي بقى الاتكال على النعمه، انه نعمه ربنا شايلانا، النعمه هي اللي بتغفر، النعمه هي اللي بتعمل كل حاجه، وبطلنا نذكر ان احنا لا، احنا محتاجين نجاهد ضد الخطيه. يعني النعمه موجوده واحنا عايشين بسبب النعمه، بس في نفس الوقت مش هينفع كل مره يتعرض عليا خطيه احس انه هعملها وبعد كده هلجا للنعمه. فاعمل ايه في الحته بتاعت الجهاد دي بالظبط؟ بحب قوي اقول انه النعمه هي عكس الاستحقاق، يعني كانه النعمه هي حاجه هبه، حاجه ببلاش. يعني بحب التعريف ده برضو، النعمه هي حاجه ببلاش لشخص ما يستاهلهاش. فهي النعمه ديت او الهديه اللي الهبه اللي الله ادها لنا هي حاجه عكس الاستحقاق، عكس حاجه انت المفروض تدفع بالظبط، انا ما استحقهاش. لكن هي مش عكس الاجتهاد، ودي نقطه مهمه قوي قوي، انه كتير عارف يعني كانه المقوله المشهوره ديت انه سلم حياتك بس للمسيح انت خلاص رايح السماء، الحمد لله انا سلمت حياتي، عيش بقى حياتك بقى وروح واعمل كده. هي انت فهمت انك تسلم حياتك للمسيح غلط، انت عارف سلمت كده، سلمتهاش للمسيح. انت كده قلت كلام انت حافظه مش المسيح بقى، فانت قلت كلام انت حافظه بس انت ما سلمتش حياتك. لكن اني ادي المسيح حياتي، اني اقدسه في قلبي، القدسوا الرب الاله في قلوبكم، تخليه هو او الاول، بختارك تكون الاول زي ما بنقول مع الفريق. دي حاجه اكبر من كده بكتير. واحنا دايما بننفر من موضوع الجهاد دوت، واقول لك ليه يا بولا؟ بصراحه عشان موضوع الجهاد تقيل على قلبنا. احنا بصراحه نعمه لذيذه كده، يعني احنا عايزين ناخد كده ايه، سهل في السهل، معلقه دهب في بقنا، وايه وربنا يحررني من الخطيه وكذا وكذا. بس عايز اقول لك، الله مش خالق روبوتات يروح محول ارادتك يخليك ما تعملش خطيه فتبقى انت مجبر انك ما تعملش خطيه. لكن المجد والعظمه والحاجه الحقيقيه الحلوه اللي تحصل في حياتي وحياتك، انه الله يحول حياتي ويخلي ويغير ارادتي عن طريق مشوار بمشي معاه فيه، ويخليني انا نوع الشخص اللي بختار اني اتبعه بحريه ارادتي. فاكر انه احنا مخلوقين على صوره الله، واللي على صوره الله يعني الله مدينا حريه حقيقيه، ينفع نتبعه ينفع لا. وعايز اقول لكل حد يمكن محبط من فكره الجهاد ضد الخطيه، او حاسس ان انا مش قادر، انا تعبت الموضوع خلاص، انا عايز اقول لك انه هي رحله صعبه لكنها تستاهل. وعايز اقول انه في الرحله الصعبه ديت هي مش بس مجرد خطوه واحده، الموضوع بيبدا بخطوه وبقرار، وممكن القرار ده يكون النهارده انت هتبدا بيه، لكن هي رحله طويله. الكتاب المقدس بيقول في كورنثوس الثانيه ونحن جميعا، كورنثوس الثانيه 3:18، ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف، وانا شايف يسوع قدامي، وانا شايف الله القدوس كما في مرآة، نتغير الى تلك الصوره عينها من مجد الى مجد. خلي بالك بيقول ونحن جميعا، احنا جسد المسيح، ما تعملهاش لوحدك، ما تجاهدش لوحدك، لكن في نفس الوقت نتغير، ده فعل مضارع مبني المستمر. انا كل يوم بتغير، انا كل يوم، انا النهارده ما وصلتش بس انا اقرب من امبارح، انا بحاول اقرب، وهقع ويمكن ارجع خطوات لورا، بس هقول لا تشمتي بي عدوتي ان سقطت اقوم، ان في الظلمه الرب نور لي. انا رجائي اللي بنتكلم عنه انه ليك رجاء، انا رجائي مش في اني انا ولد كويس ومية مية، لكن انا اتكالي على نعمته، انا ليا رجاء في يسوع اللي حبني، اللي وراني انه اقدر اعمل، استطيع كل شيء في المسيح، انه يقدر بي يغلب الصعاب. وكاني برضو عايز اقول لاي حد بقى معاش حياتي جد او بعد عن الكنيسه بسبب انه راح بخطيته في وقت للكنيسه، والكنيسه الناس يعني رفضوه او قالوا له انه لا انت مكانك مش بينا، او ده نوع على الحاجه اللي هو بيعملها ديت، فابتدى الشخص دوت يبعد عن فكره الجهاد وفكره القداسه.
عايز اقول لك يعني حقك علينا وحقك علينا واحنا اسفين فعلا، وده مش يسوع، ده احنا البشر اللي بنغلط، لكن يسوع المسيح اللي شفناه في يوحنا 8، قصة دي بحبها قوي، مع المرأة التي امسكت في ذات الفعل، ويسوع المسيح بيروح لها، وبعد ما كنا عارفين القصة انه بيكتب الخطايا بتاعتهم، وبعدين بيقول كأنه بيحط قانون كده، او بيقول للناس كده الفريسين اللي كانوا عايزين يرجموها اللي بيدينوها، وكم مرة انا واحنا كنا زيهم وبندين الناس ونقول لا ده شخص مثلا مثلي ما ينفعش يبقى معانا في الكنيسة، ده شخص خاطي، دي بنت كذا، وعدنا نلقب الناس. المسيح كأنه راح له وقال من منكم بلا خطية فليرميها اولا بحجر. خلي بالك يا بولا في المشهد دوت، القانون اللي يسوع حطه من كان منكم بلا خطية فليرميها أولا بحجر، كان في حد من حقه في المشهد دوت إنه يرميها بحجر، كان في شخص واحد في المشهد كان ينطبق عليه القانون إنه ينفع يرميها بحجر، طبعا هو شخص يسوع بالضبط. والغريبة إنه الوحيد ديان العالم، إن الوحيد اللي من حقه يدين اللي ما عملش ولا خطية، بيقول لها أما دانك أحد ولا أنا أدينك، ونيجي إحنا يعني ندين الناس ونبعدهم عن الكنيسة. عشان كده اللي غير السامرية، اللي غير المرأة التي أمسكت في ذات الفعل، اللي غير العشار، اللي غير الخطاة اللي كانوا بيديهم من يسوع، يقدر يمشي معاك المشوار دوت ويمشي معايا ويغيرني أنا وإنت كمان. زي ما أمير كان بيتكلم في الخطوات العملية اللي ممكن نعملها عشان خاطر نبدأ نعيش حياة القداسة، أول حاجة كان بيقولها هي ميتانويا، وأعتقد دي كلمة ممكن نحاول نحفرها في ذهننا، وهي المعنى الحقيقي لكلمة التوبة، إن إحنا نبتدي نغير طريقة فكرنا ونغير الطريقة اللي احنا عايشين بيها. وتاني حاجة كان بيقولها أمير، وهي فكرة الجهاد اللي غابت قوي عننا في وقت، وبقينا حاسين انه النعمة موجودة عك، وزي ما تيجي تيجي، وفي الاخر هرجع وارمي كل حاجة ربنا. بس للأسف مش هدي طريقة اللي ربنا عايزنا نكون نعيش بيها. ربنا هيغفر، ربنا نعمته مغطيانا في كل حاجة، بس مش هدي طريقة اللي ربنا عايزك تعيش بيها. ربنا مش عايزك تكون عايش مقيد بالخطيه، لانه في الاول وفي الاخر لو سبت نفسك وسلمت نفسك للخطيه، الخطيه هتكون بتقيدك. قبل ما نروح للخطوه الثالثه، خلينا نكون ناخد وقت توبه عن كل الافكار الغلط اللي جوانا، وكل مره استبحنا فيها الخطيه وعشنا بدون جهاد حقيقي واسأنا فهم النعمه. خلينا نكون نعمة كده دلوقتي. بحياتي زي ما هي، بعيوبي وبماضية، أنا جاي لك بلتجي إليك واثق إنك فدية، بخوفي وبياسي وبفشلي من نفسي، أنا عند صليبك بدري مين حررني من ضعفي. يا يسوع انا عايز اعيش ليك، اديني قلب جديد، قلب يعرف يحبك، يعرف يحس بقلبك، يعرف يقول للإثم لا، يعرف يكون يكون ملكك. وتوبة حقيقية برجع لك بالخطيئة، اقبلني في حضنك من جديد، اديني حياة أبدية، I'm not afraid to die.
اديني قلبي كتير قلبي يعرف يحبك يعرف يحس بقلبك يعرف يقول للإثم لا يعرف يكون ملكك يعرف يكون ملكك. مين كده احنا اتكلمنا في خطوتين من الخطوات العملية، التوبة الحقيقية بمفهومها الصح مش بالمفهوم الدارج اللي احنا متعودين نعمله، والجهاد. ايه هي الخطوة الثالثة اللي انت هتقولها؟ تالت خطوة في رأيي هي أهم خطوة، واللي هي بتيجي الأول أصلاً، ومش هينفع تعمل الخطوتين اللي فاتوا لو أنت الخطوة دي أوريدي ما خدتهاش وما عملتهاش. والحقيقة الخطوة ديت هي مشتركة ما بين الله والإنسان، مش أنت بس فعال فيها، لكن الله كمان، الشخص كأنه المغلوط في حقه، الشخص اللي احنا شوهنا الخليقة بتاعته وشوهنا العالم اللي هو خلقه، لازم هو كمان يرضى بيها. والخطوة الأخيرة ديت هي انك تستعيد هويتك. انا كنت قلت انه احنا فقدنا بسبب الخطية هويتنا وعشنا حياة مليانة بالخزي ومكسوفين من روحنا، زي ما كان آدم في الجنة سمع صوت الله فخشيت بيقول. عشان كده الخطوة الأخيرة هو أنك تستعيد بنوتك تاني، تستعيد هويتك تاني. والحقيقة عشان تعيش حياة تبقى حر فعلا، الخطوة ديت مهم أنك تاخدها، ومهم أنه الله كان هو اللي يبادر بيها، وأنه الله اللي يبدأ بيها، لأنه هو المغلوط في حقه زي ما أنا قلت. وعايز أقرأ معاك جزء هنا في متى 22 عدد 15. الجزء دوت فيه اللي هو المشهور بتاع أنه يسوع كان بيتكلم عن الجزية دي نديها لمين، انه الجزية دي تجو، هل ندي الجزية لقيصر ولا لا، والموضوع دوت. والحقيقة الجزء دوت محتاجين نعرف شوية بس خلفية تاريخية عنه، انه في الوقت دوت كان الشعب اليهودي محتل من الامبراطورية الرومانية، فكانوا شعب مش احرار، وكانوا مستنين المسيا او المسيح اللي هيجي يخلصهم من الاستعباد الروماني اللي هم عايشين فيه. هم كانوا بيقولوا حتى ليسوع احنا الاولاد لابراهيم واحنا احرار ولم نستعبد لاحد قط، والكلام ده كله. الناس دي كانت شايفه المشكله اللي مضايقه حياتها وكده هي الحاجات اللي براها. كاني عايز اقول لكل حد النهارده، لو انت شايف انه الحاجه اللي مضايقاك او الحاجه اللي مخليك عايش مش مبسوط ومش سعيد هي مثلا ما عنديش فلوس كفايه، بس انا بس لو اتجوزت الجوازه الفلانيه، لو سافرت السفريه الفلانيه، لو درست الحاجه، كل الحاجات ديت انا عايز اقول دي عمرها ما هتحررك، عمرها ما توصلك لانك تعيش الحياه كما يجب ان تكون. عمر كلمه لو ما هتبطل تخلص يعني. بالظبط يا ابو دايما لو هتجيب لو هتجيب لو، لانه انا دايما عايز اكتر. عندك حق. وعشان كده في القصه ديت، والتخيل معايا برضو عقليه الناس ديت، الفريسيين والكتبه اللي كانوا مستنيين المسيح وشايفين يسوع دوت وعايزين يوقعوه، وكانهم بيقولوا له طب، وعملوا له زي خدعه كده يعني، وراحوا سالوه ندي الجزيه لقيصر ولا لا. وانا هحكي القصه بعد كده اقراها، بس مهم ان احنا نعرف انه يسوع لو كان قال لهم ما تدوش الجزيه لقيصر، الجزيه اللي هي الضرائب يعني، لو قال لهم ما تدوش الضرائب لقيصر، هيبقى ساعتها يسوع جاي يعمل انقلاب عسكري والرومان هيمسكوه وهيقتلوه. لو كان يسوع قال لهم خلاص ما فيش مشكله ادوا الجزيه لقيصر، كان ساعتها اليهود هيتضايقوا منه قوي ويقولوا مش انت المسيح. بالظبط، مش انت المسيح وهتخلصنا، انت مش بتخلصنا اهو، ده احنا نفضل عبيد. بس يسوع كان عايز يقول لهم انتوا مش عبيد للامبراطوريه الرومانيه، انت عبيد انت عبد لحاجه ثانيه، انت عبد لخطيتك. ويسوع المسيح اللي كان بيقول انه كل من يعمل خطيه هو عبد الخطيه. فبص بيقول لهم ايه في القصه ديت، ويسوع المسيح اتعامل ازاي بذكاء جدا مع القصه ديت عشان يشاور لهم على المشكله فين. بيقول كده من عدد 15، هقرا بصوت عالي: حينئذ ذهب الفريسيون وتشاوروا لكي يصطادوه بكلمه، فأرسلوا إليه تلاميذهم مع الهيرودسيين قائلين: يا معلم، نعلم أنك صادق وتعلم طريق الله بالحق ولا تبالي بأحد، لأنك لا تنظر إلى وجوه الناس، فقل لنا، قل لنا بقى يا يسوع، أنت يا اللي بتقول إن أنت المسيح، ماذا تظن، أيجوز أن تعطى الجزية لقيصر أم لا؟ فعلم يسوع خبثهم وقال: لماذا تجربونني يا مراؤون؟ أنتوا بتجربوني ليه؟ أروني معاملة الجزية. فادوا له معاملة الجزية، فقدموا له دينارا، فقال لهم: لمن هذه الصورة والكتابة؟ ومن فضلكم ركزوا معايا في الحتة دي. راح يسوع عمل حاجة غريبة، مسك دينار وراح رفعه كده وقال لهم: لمن هذه الصورة والكتابة؟ اوكي.
قالوا له لقيصر، دي كان عليها صورة قيصر، فقال لهم أعطوا إذن ما لقيصر لقيصر وما لله لله. فلما سمعوا تعجبوا وتركوه ومضوا، وبتنتهي القصة على كده. حقيقة لو أنت بتقرأ القصة ديت، ولو الناس الفريسيين والكتب دول كانوا ناس حقيقيين، كان محتاجين يسألوا يسوع سؤال هنا. يسوع راح مسك الجزية وقال لهم صورة مين على ديت؟ فقالوا له قيصر. فراح قال لهم خلاص ادوا حاجة قيصر لقيصر وادوا حاجة ربنا لربنا. حد يعرف ايه السؤال اللي كان المفروض يعني يسألوه؟ هو للأسف القصة خلصت هنا، محدش سأل هو ايه اللي ربنا علشان خاطر نكون بندير ربنا. بالضبط يا سلامة. هو كان المفروض السؤال المنطقي البديهي انه الناس تقول ايه؟ ماشي، يبقى انت عايزنا ندي الحاجة اللي عليها صورة قيصر لقيصر، هندي القيصر الدينار بتاعه وندفع له الجزية. طب ندي ايه لربنا؟ كأنه يسوع المسيح بيقول لهم وبيفكر الناس الكتبوا الفريسيين اللي حافظين العهد القديم، بيفكرهم بالصورة بتاعتهم، بيقول لهم ادوا الحاجة اللي عليها صورة قيصر لقيصر وادوا الحاجة اللي عليها صورة الله لله. كأنه بيقول لهم تدي حياتك لله. الطريق للحرية، الطريق انك تعيش حياتك حر فعلا، مش انه ظروفك الخارجية تتغير، مش انه احوالك المادية تتحسن، مش انك تتجوز، مش انك تعيش الحياة الفلانية، مش انك تسافر. الطريق الحقيقي للحرية انه من جواك. يسوع بيقول انه ها ملكوت الله داخلكم، انك تخلي الله يملك على حياتك. كأنه الحل يعني باللغة بالبلدي كده يعني رجع الواد لابوه، الولد يرجع لابوه. في قصة الابن الضال، الابن الصغير، كان ايه الحل بتاعه اللي يرجع له بنوته وانه يرجع ابن تاني؟ مش وهو بعيد، وهو بعيد كان بيقول انا هرجع لابويا وابقى اجعلني كأحد اجراك، انا ابقى اعيش له عبد. لكن الولد الصغير بيتغير في حضن بابا، في حضن ابوه بيرجع له هويته تاني. وكان في الوقت دوت العاده يعني انه العبيد بيقبلوا الرجلين، بيقبلوا رجلين الساده بتوعهم، لكن الابن هو اللي بنبوسه في عنقه يعني من الجنب، كان انا زي زيك. وكانه الاب دوت في مجتمع شرق اوسطي، وابنه دوت اللي دفنه بالحياه، وابنه اللي بعد عنه وسابه وقال له انا مش عايزك، مش عايز حاجه من وشك، يعني انا عايز مصلحتي اللي عندك. كانه بنقرا كده في عدد 20 لوقا 15 20، وإذ لم يزل بعيدا، لما كان الابن الضال لسه بعيد، رآه أبوه فتحنن وركض. الأب جري، الأب هو اللي راح. ودي القصة المسيحية، إن يسوع هو اللي جه، الله هو اللي جالنا، وركض ووقع على عنقه وقبله. ومن بعدها قال له إنه يا ابني كل ما لي فهو، إنه بعد كده بيرجع له تاني هويته، زي ما قال الابن الكبير كمان مع الابن الصغير، قال إيه؟ ادوله الحلة الأولى، لبسوه الحلة الأولى كرمز للبر، كرمز إنه ده ابني، ده تبعي. لبسوه الخاتم في ايده، والخاتم كان وقت ده رمز للسلطان، اللي لابس الخاتم بتاع الاب ينفع يقول للعبيد اعمل وما تعملش وكده. لبسوه حذاء في رجليه رمز ان هو غير السلوك بتاعه. الابن يتغير في حضن ابوه. وعشان كده القصه المسيحيه بتورينا، على عكس في رايي كل الخلفيات الدينيه والفكريه الثانيه، انه كل الديانات بتقول لك انه انت محتاج تتقرب الى الاله سبحانه وتعالى. لو شفت تعريف كلمه ديانه في القواميس أو في المعاجم اللغوية، هتقولك إن تعريف ديانة هو إن الإنسان يتقرب إلى الإله سبحانه وتعالى. في المسيحية الله بيقولك أنت ما تقدرش تقرب للقدوس، لكن إيه اللي حصل؟ القدوس قالك أنا جاي لحد عندك، أنا جاي أغسل رجليك. ده اللي الله قال، الله سبحانه وتنازل. وهنا ده مش تنازل ضعف، لكن ده من قمة الحب. لو أنا بحب حد وشايفه بيغرق قدامي وسكت وما تحركتش وما توجعتش للي بيحصل له، يبقى أنا ما كنتش بحب بجد. في المسيحية نقدر نشوف الله في صورته الكاملة، اللي هو الأسد الغالب الخارج من سبط يهوذا، لكن هو كمان الحمل المذبوح، إن هو الله اللي جه للإنسان وراح له عشان ما حدش يقدر يحل مشكلة الإنسان غير الله. عشان كده عايز أقول لك أول خطوة تعملها قبل ما تغير فكرك أو أي حاجة، روح لربنا زي ما أنت، زي ما أنت. الجميع زاغوا وفسدوا، يعني بعدوا وباظوا. الحل مش أنك تصلح نفسك فتيجي، كان حل انك تروح لربنا زي ما انت وخليه هو يمشي معاك سكه التغيير. القداسه واللي احنا بنتكلم فيه كبير، حقيقي كبير وحقيقي صعب لو انت حاولت تعمله لوحدك. عمرك ما تعرف تعيش الحياه دي بدراعك، عمرك تعرف تعملها لوحدك. بس زي ما امير كان بيقول، ثالث خطوه قلناها بس هي في الحقيقه اول خطوه انت محتاج تاخدها، وهي انك تسترد علاقتك بربنا. انت لما بتاخد خطوه هو بياخد قدامها 10، مش انت بتاخد خطوه هو بياخد قدامها خطوه. هو دايما بيبادر، لانه من زمان هو اللي بادر وارسل ابنه ومات علشان خاطر كل واحد فينا. عشان كده عايز اشجع كل حد
بيتفرج انه خد الوقت اللي جاي ده اشكر فيه ربنا على مبادرته ان هو يجي ويخلصك، لانه الموضوع صعب بس هي دي الطريقه الامثل انك انت تعيش بيها. زي ما امير كان بيقول دايما بنقول لو بقى عندي كذا هبقى كويس، لو بقى عندي كذا هبقى كويس، بس كام حاجه من الحاجات اللي اتمنيت ان هي تبقى عندي بقت عندي ولسه ما بقتش كويس، ولسه حياتي ما اتغيرتش، ولسه مستني كتير يجي. بس عايز اقول لك ان كل الحاجات اللي انت مستنيها تيجي لو جت في نفس الوقت عمرك ما هتشبع، عمرك هتحس انه ده كفايه، وعمر حياتك ما هتتغير ولا هيبقى ليها معنى غير لما تسترد علاقتك بيه. خلونا نكون بناخد الوقت ده ونشكر ربنا على ابنه وموته علشان خاطر كل واحد فينا. هل أطرق بابك بعد ضياع الكل، أو يصلح أن أقترب إليك بذلي؟ ضيعت أنا فرحتي مني بجهلي، قد كنت حبيبي وخلي أنت بل أهلي، وتركتك لكني أعود فترحمني. وعشان جمالك
صار القيد ودمك يا ما حرر عبيد ضمت جروحي حررتني نسيت أثامي بقلب حنون قلبي مديون بحبك ليا راضت حياتي نعمة غنية قلبي مديون بحبك ليا راضت حياتي نعمة غنية وعشان حنانك سبى حياتي وعشان جمالك مال العيون قلبي مديون. أمين. أمير عايز أسألك سؤال كده تصحيح مفاهيم، هل حياة القداسة متعلقة بس بالخطايا اللي ليها علاقة بالشهوة والعادات السرية والحاجات الجنسية، ولا الموضوع أكبر من كده بمراحل؟ يعني مش عايز أعقدك يعني أو أقول كلام صعب، بس أنت عارف الكتاب بيقول أنه من استطاع أن يفعل خيرا ولا يفعل فذلك خطية له. يعني حتى لو انت بس كان مجرد في حاجة انت تقدر تعملها كويسة وما عملتهاش دي خطية. انت في كلامك في تصرفاتك في أنانيتنا اللي احنا عايشين طول الوقت عايزين نبهر الناس وعايشين لروحنا ومش عايشين لهدف الآخر ونحن نضحي بنفسنا عشان الناس التانين. الحقيقة موضوع القداسة المقياس اللي ربنا حطه لنا تحس ان هو صعب وبعيد قوي، لانه زي ما بيقول في بطرس الأولى 1:16 كونوا قديسين لأني أنا قدوس. فأنت المقياس بتاعنا هو الله، بس الحقيقة ما نفسيش يبقى دوت يعني الدافع اللي يحبطنا أن احنا نبتدي نعيش حياة القداسة. بالعكس، أنه حتى بولس بيقول لست أحسب أني أدركت، أنا ما وصلتش، لكن أنا بعيش كل يوم، أنا بموت بأميت أعمال الجسد، أنا كل يوم عايش لله. والجميل أنه الحياة اللي يسوع دعينا أن احنا نعيشها هو سبق وعاشها قبلنا، كأننا شفنا المثال الحقيقي للإنسانية كما يجب أن تكون، شفناها وحد عملها قبلنا كسابق لنا كأخ كبير لنا، فإحنا ينفع نقدر نعيش إحنا كمان العيشة ديت. تعرف بحب قوي أفلام ديزني، ما أعرفش يعني عارفين فيلم الأسد الملك لاين كينج؟ في الفيلم دوت بيوري قصة شبه قوي قصة الابن الضال، يمكن يعني بيوري الأسد الصغير اللي هو سيمبا أو الشبل دوت اللي بابا يعني غاب عنه، طبعا هو في القصة كان مات يعني، لكن هذا الشبل بيبتدي بعد كده يعيش حياته مع خنزير ومع نمس تيمون وبومبا، يعني شاب عارفينهم. وهو يعني غريب أن بذكر حاجة زي كده في قصة القداسة، بس يعني مش مشكلة، لكن أنا بحس القصة دي بتصور لنا حقيقة مهمة قوي، أنه هذا الشبل أو الأسد الصغير وهو عايش مع الخنزير أو مع الخنازير كأنه عشته اتطبعت زيهم، بقى بنشوفه في الفيلم بياكل أكلهم، بقى عايش زيهم، بياكل الدود، عايش حياته كده معاهم. وبنشوف أنه الأسد دوت كأنه فقد هويته، ما بقاش الحاجة اللي هو مفروض يبقى عليها، ما بقاش هو المفروض يبقى مين. لكن إمتى اللي فيكم يعرف يعني إمتى يرجع سيمبا تاني يفتكر هو مين، يرجع يفتكر تاني هويته الحقيقية؟ أما يرجع يعيش وسط الناس اللي شبهه أو بالظبط. وفي الفيلم دوت قصد يعني كان المخرج يعني بتاع الفيلم أو المؤلف إنه يجيب لنا إنه سيمبا بيبتدي يرجع له تاني هويته لما يشوف نالا. نالا دي كانت هي الأسد بس الأنثى اللي هي على صورته وعلى شبهه، اللي هي شبهه بالظبط. فكأنه لما بيبص على نالا اللي هي أسد زيه بيبص وبعدين بيقول إيه ده، أنا عندي مخالب زيها، إيه ده أنا شكلي شبهها مش شبه دول، ده أنا مفروض أبقى عايش كده مش كده، ده المفروض ملك الغابة، أنا المفروض دي هويتي، المفروض أن أنا مش عايش عبد أو مش عايش مع الخنازير ومش عايش مع في العيشة دي، أنا عندي هدف أسمى وأكبر، المفروض أن أنا أكون بنقذ الغابة ديت. ساعتها كان من شر سكار اللي هو عمه القصة ديت، لكن كأنه
يسوع المسيح الله زي ما كان داعي الشعب الإسرائيلي في العهد القديم أنه يبقى أمة مقدسة ليه، هو بيدعونا، بيدعوني وبيدعوك النهاردة، بيدعو كل حد فينا أن إحنا نبقى أمة مقدسة. ليه؟ عشان العالم كله يشوف يسوع فيتغير. الكتاب المقدس بيقول القداسة التي بدونها لن يرى أحد الله. لو عشنا حياتنا متمحورين حوالين نفسنا عايشين لروحنا غالبا هنضيع حياتنا. من إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه يحمل صليبه، اللي هي أداة الموت بتاعي. أنا كل يوم مستعد أن أضحي بحياتي عشان الآخر ويتبعني. أنت ده السيد بتاعنا المفروض نمشي وراه. وكأني لو هكمل على كلام أمير، الموضوع مش متعلق بخطية واحدة بس بتعملها، الموضوع متعلق بفكرة التخصيص، أنه أنا بأصبح إنسان مخصص لله، إناء بتاعه هو بيستخدمه، مش متعلق بشهوة، بعادة، بحاجة بتفرج عليها. الموضوع أكبر من كده بكتير. ربنا مش عايزك تبص على الخطية وتصارع في إني أنا عايز أبطل الخطية دي بس، وتبقى دي الحرب اللي أنا فيها طول حياتي. ربنا عايزك تبطل الخطية، بس في حاجات أكبر من كده هو عايزك تعيش فيها. وأكنه لما بتبطل حاجة ربنا فتح عينك عليها، وبيفتح عينك على الأصغر والأصغر والأصغر، وبتبدأ رحلة عمرها ما بتنتهي لحد ما حياتك على الأرض تنتهي. للأسف وقتنا قرب يخلص، الوقت اللي باقي مش كبير بس وقت مهم قوي. وقبل ما ننتقل للوقت ده عايز أشكركو على استضافتنا في جمعية خلاص النفوس في بني سويف. حقيقي تباركنا بالوقت ده، حقيقي الوقت ده فرق معنا إحنا شخصيا. بنشكر ربنا على النهضة، بنشكر ربنا على كل حاجة بيعملها بسبب النهضة في كل البيوت، كل الناس اللي بتتفرج. عايز افكركم ان النهضة لسه مستمرة، بكرة هيكون معادنا مع برنامج صفحة جديدة الساعة 5. وقبل ما نختم امير، انا عارف ان انت جواك مسج شخصية حابب ان انت تكون بتوصلها للناس قبل ما يكون وقتنا بيخلص. اوكي، في نهاية الوقت يعني كأنه عايز احكي لكم قصة بسيطة يعني، وعايز اكلم كل حد بيتفرج وبيسمع. من سنين مش كتيرة، من كذا سنة، في شاب في مقتبل العمر كده كان شاكك في وجود الله، وكان عايش حياته مش في القداسة أبدا. والشاب دوت اتقابل مع المسيح، ومع أنه كان طول الوقت في الكنيسة بس اتقابل معاه مقابلة شخصية وعرف وتأكد أنه الله موجود، واتأكد أنه بيحبه الحب دوت. والشاب دوت صلى صلوة، يعني الصلوة دي كانت بتقول أنه يا رب أنا مصدق دلوقتي في وجودك، وأنا مصدق دلوقتي في أدلة القيامة اللي يمكن اتكلمنا عنها مبارح، أنا مصدق أن أنت جيت ومت علشاني وقمت، بس أنا في حاجة مش قادر أصدقها، أنا مش مصدق أن أنت تقدر تغيرني. الشاب دوت هو أنا، وبحكي لكم القصة ديت النهاردة. وأنا مش مكسوف، وأنا عايز أقول وأشهد النهاردة للإله اللي أنا حطيت رجائي فيه، وده مش شعارات بقولها، بس الإله دوت قدر يغير حياتي. أنا مش بقول إن أنا بقيت عايش حياة خلاص 100% ومقدس، أنا بصارع كل يوم زينا كلنا ما احنا بنعمل، بس عايز أقول إن الإله ده موجود، الإله ده حقيقي، الإله دوت مستنيك النهاردة وفتح لك دراعاته. عشان كده الدعوة الأخيرة اللي عايز أقولها لك وأسيبها معاك قبل ما نروح ونسبح ربنا، إنه تعالى معايا دلوقتي وبص على الإله دوت وهو فاتح دراعين الاتنين للآخر. بحب قوي إنه الصليب هو صورة حد فاتح دراعاته للآخر، صورة حضن، حد بيستقبل، حد بيستقبل حضن. الحضن دوت متاح ليك. يسوع بيقولها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي فتح الباب أدخل إليه أتعشى معه وهو معي. حياة القداسة حياة تستاهل تعيش، حياة صعبة بس أنت مش تمشيها لوحدك، تمشيها مع جسد مؤمن ومع يسوع اللي حبك. في كل الديانات والخلفيات الله بيقول لك، الآلهة يعني أو الله بتاع الخلفية ديت بيقول لك عشان أحبك لازم تتغير، اتغير عشان ربنا يحبك. في المسيحية ربنا بيقول لك أنا بحبك زي ما أنت، عشان كده عايزك تتغير، عشان التغيير ده أحلى حاجة لحياتك، عشان حياة القداسة هي أحلى حاجة ليك اللي هتلاقي فيها المعنى الحقيقي لحياتك والقيمة الحقيقية لحياتك. يسوع المسيح وهو على الصليب، الله الآب كأنه كده بيورينا المشهد يعني، وبيقول كده في إشعياء 53 عدد 10، أما الرب فسر بأن يسحقه بالحزن إن جعل نفسه ذبيحة إثم، يرى نسلا تطول أيامه ومسرة الرب يده تنجح. النسل ده هو أنا وإنت وإنت وحضراتكم. يسوع المسيح على الصليب والله كأنه كان شايفني أنا وإنت، وكان مبسوط
انه بيقدم نفسه ذبيحه عشان خاطر انا وانت يبقى لينا فرصه نرجع تاني للي حبنا، نرجع تاني لصورتنا الاصليه اللي اتخلقنا عليها، نرجع تاني احرار، نرجع تاني نعيش للدعوه اللي دعينا ليها، القداسه التي بدونها لن يرى احد الله. عشان كده عايز اقول لك الامل الحقيقي والرجاء الحقيقي مش في الوعظ، مش في الكلام، حتى مش في الحاجات اللي بنقولها، بس الوعظ الحقيقي او سوري الرجاء الحقيقي في الشخص اللي غير حياه شاول الترسوسي لبولس، اللي غير حياه بطرس، اللي غير حياه السامريه المراه التي امسكت بذات الفعل، اللي غير حياه الناس دي كلها، يقدر النهارده انه يغير حياتك انت كمان. خلونا نكون ناخد اخر وقت. ما اعرفش انت قاعد فين دلوقتي، ما اعرفش انت واقف في اي حته، ما اعرفش انت بتفكر في ايه، بس الوقت بتاع اليومين دول ما حصلش صدفه، النهضه دي مش صدفه، كل حاجه بتحصل في حياتك مش صدفه، انك انت تبقى قاعد بتسمع الكلام ده دلوقتي مش صدفه. عشان كده ما تضيعش كل فرصه ربنا بيحطها في حياتك انه حياتك تكون بتتغير وبتتشقلب. اقفل على نفسك، اعمل اي حاجه انت محتاج تعملها عشان خاطر تكون تفصل نفسك اللحظات اللي جايه دي. هناخد وقت نحط كل حاجه اتكلمنا فيها قدام ربنا ونتوب توبه حقيقيه ونبدا خطوات في حياتنا اللي ممكن تبقى جديده لتبدا من دلوقتي مع ربنا. أتحبني؟ 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 أحب
أتحبني 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 أحبك 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 حيث الدم السكير فلا أقدر إلا أن أكثو سجودا يا حبيب من كل قلبي من كل قدرتي فحبك أصرني وأذاب قساوتي خذني فلا أقدر إلا أن أكثو سجودا يا حبيب أحبك 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 كل حد بيتفرج علينا النهارده يا رب كل واحد قاعد في مكانه انت شايفه انت عارفه بالاسم سمعوا صوتك وانت بتقوله النهارده دعوتك باسمك انت لي يا رب تعالى يا رب نادي يا رب على كل حد يا رب سابك وبعد عنك وبعد عن حياه القداسه اللي جنب بابا يا رب سمعوا صوتك يا رب يا رب وريه يا رب صورتك يا رب اللي عشان خاطر يستعيد هو صورته كان انت لا صورة لك ولا جمال على الصليب يا رب تعالى النهاردة وسمعنا وانت بتقول لنا انه اما تعلمون انكم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم تعالى رب سمعنا انه القدوس يتهان عشاننا القدوس عايز يسكن في كل حد فينا يا رب اصلي الوقت ده ما يكونش وقت ضايع كده وخلاص وبنتفرج على برنامج يا رب أصلي يا رب فعلا إن كل حد يا رب يكون بيجيلك بقرار حقيقي يا رب إنه يقرب للقدوس يا رب يقرب فيك رجائنا مش إن إحنا نعرف نتغير يا رب نفسنا لكن رجائنا فيك أنت وهنعيش معاك حياة الجهاد وهنتغير إلى تلك الصورة عينها يا رب ساعدنا يا رب ما نكونش مجرد عايزين ناخد منك السماء أو الحياة الكنسية اللي شكلها حلو لكن عرفنا يا رب إنه أحلى حياة هي فيك إنه السماء هي فيك أنت وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته رب أصلي رب أنه ما حدش يفقد من اللي بتفرج علينا يكون يا رب فعلا بيجدد علاقته معاك بيجدد عهده معاك يا رب تاني حتى إن كان يا رب قاله سنين ما رجعش لكن ترجع رب العلاقة بينك وبينه العلاقة بين القدوس يا رب واللي خلقه على صورته وعلى شبهه بنحبك يا رب في اسم المسيح بصلي غيرت حياتي بحبك
يرفعني صليبك.